أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند والزمان نقرأ سويا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من قضى من أهل هذا الجمع نهدي ثواب سورة الفاتحة المباركة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.